ما هو تفسير الآية الكريمة؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. وذلك أن المسلمين كانوا يقولون راعنا يا رسول الله من المراعاة، أي أرعنا سمعك، أي فرغ سمعك لكل منا. يقال أرعى إلى الشيء وأرعاه، أي أصغى إليه واستمع إليه. وكانت هذه اللفظة سبا قبيحا بلغة اليهود، وقيل كان معناها عندهم اسمع لا سمعت، وقيل هي من الرعونة. كانوا إذا أرادوا أن يحمقوا إنسانا قالوا له راعنا، يعني يا أحمق. فلما سمع اليهود هذه اللفظة من المسلمين قالوا فيما بينهم كنا نسب محمدا سرا فأعلنوا به الآن. فكانوا يأتونه ويقولون راعنا يا محمد، ويضحكون فيما بينهم. فسمعها سعد بن معاذ ففطن لها، وكان يعرف لغتهم، وقال لليهود: لئن سمعتها من أحد منكم يقولها للرسول صلى الله عليه وسلم لأضربن عنقه، فقولوا أولستم تقولونها؟ فأنزل الله تعالى: لا تقولوا راعنا، لكي لا يجد اليهود بذلك سبيلا إلى شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقولوا انظرنا، أي انظر إلينا. وقيل انتظرنا وتأن بنا، يقال نظرت فلانا وانتظرته. ومنه قوله تعالى: انظرونا نقتبس من نوركم، معناها فهمنا. هؤلاء الرجلان اليهود يدعيان مالك بن صيف ورفاعة بن زيد، اللذان لقيا النبي محمد صلى الله عليه وسلم.